أعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي نجاح خطة النقل الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وذكر بيان للوزارة أن الشبلي أعلن عن نجاح خطة الوزارة الخدمية الخاصة بتفويج زائر كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وأضاف أن تضافر الجهود الخيرة ومثابرة ملكات الوزارة وتشكيلاتها كافة والتنسيق العالي مع الجهات الأمنية والإدارية والخدمية الساندة في بغداد وكربلاء المقدسة قد أثمرت عن تفويج زائر أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بانسيابية عالية وفق خطة مدروسة أعدتها الوزارة مسبقا، أخذت بعين الاعتبار توفير باصات وقطارات إضافية من أجل إنجاح عملية التفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة المليونية.